جينا هنا للنقطة الخامسة. Direct evaporative cooling system are achieved in places where the summer design wet bulb temperature is greater than 24 درجة سيليزية. Evaporative cooling اللي هو النظام التبخيري العادي مالته هي زيادة الرطوبة وزيادة ال wet bulb temperature. هنا دي يقول لك احنا المفروض علينا حتى نزيد يعني من فعالية النظام التبخيري او التبريد التبخيري نخلي درجة حرارة ال wet bulb greater than 24، يعني اكبر من 24، وهذا غلط لان احنا قلنا هي عدوة، اذا هاي false. هنا شي يقول لك احنا لازم نخليها اقل، اذا هاي true. النقطة اللي وراها يقول لك indirect evaporative cooling system can be used over an extended range of climatic conditions. نقدر نستخدم التبريد التبخيري بمناخات هواية. طبعا هذا شيء أكيد، هواية مناخات احنا نقدر نستخدم بيها التبريد التبخيري، بس من ناحية الاستخدام احنا ما نستخدمه. ليش؟ لأن منطقيا انا اسألك انت تفضل المبرد لو السبلت، اكيد راح تقول لي السبلت، فيعني يكون السبلت ببرودة اكثر وداني الامور فاحنا نستخدمها، بس انه انت تستخدم بناخات هواي الايفابوريتيف كولينج عادي، تستخدم بهواي انواع من المناخات، اذا هاي ترو. النقطه اللي وراها a combination of evaporative cooling system with conventional air conditioning system can offer better overall performance. اللي هو انا يقول لك انه احنا اذا نستخدم الايفابوريتيف كولينج اللي هو التبريد التبخيري اللي هو معتمد على المي والتبريد العادي السبلت اللي موجود العادي راح يكون يوفر لنا يعني تبريد احسن، مثل ما نقول شلون نزيد الكفاءه وهاي السوالف. وهاي النقطه طبعا اكيد ترو، يعني حال ما انه انت عندك السبلت مال بيتكم تروح بالصيف ترشه بالمي الكوندنسر مالته، فبهاي الحاله كانه انت زيدت الطنيه مالته، فهاي الحاله راح يصير لك ابرد ويسوي لك بروده اكثر داخل المكان، اذا هاي النقطه تروح.